شكرا لملاك الكوري. رياضة القفز المظلي الحر سكاي دايفنج التي ينظمها نادي الرياضات الجوية الملكية وبالتعاون مع نادي سكاي دايفنج دبي استحوذت على اهتمام الكثير من هواة مثل هذه الرياضات في الأردن، حيث يقفز المشاركون من ارتفاع 13 ألف قدم في منطقة البحر الميت باعتبارها البقعة الأكثر انخفاضا في العالم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. هي رياضة تحتاج إلى مغامر بقلب أسد. رياضة سكاي دايفنج التي دخلت إلى الأردن وجدت طريقها نحو الهواة والذين يعشقون هذه الرياضة بشكلها الجوي المنحدر إلى الأرض. شعور عن جد كثير رائع، وبنصح أي حدا يجربه، حتى بحب المغامرات أو ما بحب، لأنه بعدها رح يغير رأيه ويصير من محبين الرياضات. رياضة جدا رائعة وبنصح الجميع يشاركونا. هو شعور جميل ورياضة أجمل، وبشكر كل القائمين على هاي مثل هيك رياضات عندنا في الأردن، وبنصح الكل أنه يجربها. القائمون على رياضة السكاي دايفنج لهم وجهة نظر من خلال هذه الرياضة التي دخلت إلى الأردن وبدأت تنتشر كالنار وسط الهشيم، علاوة على المناطق التي تنفذ فيها مثل هذه الرياضات، فاختيار منطقة البحر الميت لما لها من جمالية خاصة ساعدت المدربين والهواة بتنفيذ هذه المغامرة التي قد لا تتكرر في حياة من ينفذها. موقع النادي في البحر الميت بتوسط المدن الرئيسية في وسط وشمال المملكة. تعرف الكثافة السكانية في هذه المنطقة، يعني حوالي 90% من سكان الأردن موجودين بهاي الجزء من البلاد. طبعا بنفس الوقت بتدعم البرامج السياحية في منطقة البحر الميت، يعني البحر الميت يخلو من مرافق سياحية غير الفنادق، فهذا بيساهم طبعا في دعم إقامة يعني إطالة إقامة السائح في المنطقة. بشجع كل الشباب يتعلموها ويباشروا فيها لأنها كتير رياضة حلوة، والأمير حمزة كتير بشجعها وبدعمها مع سمو الأمير هاشم كمان، وهو أعطانا فرصة أن نقدر نجي على الأردن عشان نعرف الشعب الأردني شو هي رياضة سكاي دايفينج والقفز حب المظلات، ورياضة كتير حلوة يعني. وتشكل رياضة السكاي دايفينج ترويجا سياحيا بالنسبة للأردن، إذ بلغ عدد المشاركين في هذه الرياضة حتى العام الماضي 1300 مشارك، وأصدى تطلعات أن يكون الأردن محط إعجاب لهذه الرياضة ومحط استقطاب لها خلال الأعوام القادمة. تحول رياضي تشكله رياضة السكاي دايفينج بالنسبة لعشاقها في الأردن، رياضة تجعل من أحلام الطيران حقيقة في الواقع لمن اختار أن ينفذ قفزة هوائية على نغمات أرضية تتخللها مشاهد طبيعية. محمد القاضي، التلفزيون الأردني، البحر الميت.